بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نحن يا شباب ذهبنا في زيارة ووجدنا بعض تلاميذ فصلنا انفردوا بكتب ليقرؤوا، والآن هنسألهم ماذا يقرؤون وماذا يفعلون في هذه اللحظات. وهنبدأ مثلا بوليد. وليد، أي الكتب التي معك؟ أي كتاب؟ عندي كتاب اسمه خالد بن الوليد. كتاب يتحدث عن مين؟ القائد خالد بن الوليد، عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. اي شيء استفدته من هذا الكتاب يا وليد؟ لقد استفدت منه انه القائد خالد بن الوليد لم يخسر اي معركه رضي الله عنه، لم يخسر اي معركه حتى قبل الاسلام وبعد. ممتاز يا وليد، بارك الله فيك. سمعت يا وليد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلق عليه لقب، ما هو هذا اللقب يا وليد؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلم. ممتاز يا وليد، بارك الله فيك. طيب، سيدنا خالد بن وليد يا وليد يعد من القادة، هل انت تحب قراءة كتب القادة؟ نعم. او كتب السير؟ كنت ابحث عن كتب عن السير وانا ابحث وجدت هذا الكتاب. ممتاز يا وليد، بارك الله فيك ونفعك الله سبحانه وتعالى بما قال. طيب خالد، ماذا تقرأ يا خالد؟ أقرأ كتاب بعنوان روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، من الذي ألف هذا الكتاب يا خالد؟ صفي الرحمن المبارك فوري، وهو الذي ألف كتاب الرحيق المختوم. الرحيق المختوم في السيرة النبوية، صح؟ أحسنت، بارك الله فيك. بصراحة للسيرة النبوية مذاق خاص. نعم، فأنا أحس بالراحة النفسية حينما أقرأ الكتب في سيرة النبي. ممتاز، ممتاز، بارك الله فيك. طيب أحمد، أحمد مشهور، ماذا تقرأ يا أحمد؟ أقرأ مجلة روائع سبايدر مان. ممتاز، روائع سبايدر. هل أنت تحب كتب المغامرات؟ أنا أعشق المجلات والقصص الخيالية، وأحب قصص المغامرة. ممتاز. عندك أشخاص مميزين مثلا أو أبطال مميزين؟ زي مثلا سبايدر مان وباتمان. ممتاز، تحب هذه المجلات التي تحتوي على هذه الالوان؟ تحتوي في الصور والكلمات التي. ممتاز، ممتاز، وتستمتع يعني بالقراءة. نعم. احسنت، احسنت. طيب عبد الله، اي كتاب تقرا يا عبد الله؟ اقرا قوانين الحياه. قوانين الحياه، ألست صغيرا على مثل هذه الامور يا عبد الله؟ لا، انها لكل الاعمار. بارك الله فيك، ممتاز، ممتاز. ماذا استفدت من يعني من قراءتك البسيطه؟ زي مثلا النوم. لا يمكنك ان تكمل يومك بنجاح الا بالنوم. دي هذه من قوانين الحياه التي تعلمتها. تمام، تمام. ايه ثاني يا عبد الله؟ وايضا ممارسه الرياضه يوميا. الرياضه ايه، ثلاث مرات في الاسبوع تحرق 2000 سعره حراريه من الدهون. ممتاز، هل هناك قوانين اخرى يعني تفيدنا بها؟ نعم، اشياء كثيره. ممتاز، ممتاز، احسنت، احسنت. طيب محمد، انا اقرا عن معجزات الله ورسوله. معجزات عن الانبياء يعني كده. اي كتاب معك الان؟ ارينا. النار ابراهيم، نار ابراهيم عليه السلام. طب ده كتب يعني ايه ينتمي الى معجزات الله لانبياء. تمام، ماذا تعلمت من هذا الكتاب الصغير او الكتيب الصغير؟ ثلاثة أيام. أحسنت. ولما كان في النار كان في معية الله سبحانه وتعالى. ونعم المعية، نعم المعية. أحسنت، أحسنتم يا شباب. بصراحة يا شباب القراءة مهمة جدا في حياتنا، والقراءة تغذي العقل وتغذي الروح، وأنت عندما تقرأ تضيف إلى عمرك أعمارا وأعمارا. بارك الله فيكم جميعا يا شباب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.